ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده جيمي. جيمي ده احرف لعيب مصري بعد شيكابالا، يعني طبعا شيكابالا ده التوب، بعد كده جيمي بعديه. جيمي جاي مخصوص براجا عشان عنده بطوله. لا انت كلمنا بقى جيمي. هو المفروض ان شاء الله جاي عشان امثل مصر في بطوله فري ستايل فوتبول، ودي تاني مره ليا امثل مصر، بس فهي بتبقى بطوله عالم وبنقدم فيها عشان خاطر نمثل مصر. يعني جيمي انت وصلت المجموعه الدور الكام دلوقتي؟ ولا انت عملت دور 16 في الانترميديت باتل؟ ده المفروض المستوى المتوسط، يعني المفروض ان انا الحمد لله، يعني دي اول مره ليا ان انا عاش يا جيمي 16 حبيبي. ومعانا الناس دي بقى من فلسطين وبنحيي فلسطين. الله يمسيكم بالخير، عرفونا برضو بيكم. يوسف حواري من فلسطين. اول مره ليك ولا كم مره في البطوله؟ هاي المره الثالثه. المره الثالثه في البطوله وبرضو اتاهلت ولا ظروفكم؟ اتاهلت بعديها انصبت. ماشي. ومعانا واحد هنا هربان من المدرسه، معلش. برضو هنا. انت عندك كام سنه؟ انا والله هاي السنه الثانيه. لا انت عندك كام سنه بالفري ستايل؟ لا انت سنك؟ انا 15 سنه. مش بجد والله 15؟ اه والله. ما شاء الله يا راجل، ده 15 سنه وطالع من فلسطين لوحده ومن اصغر الفري ستايلرز اساسا اللي بيلعب. لا ما اعرفش، انا فاكرك بس 15 ونص، يعني ما دخلتش 15. ومعانا بقى سمير من امبابه، بطل الفلوج اللي فات اللي انتوا ما اعرفش شفتوه لسه ما شفتوهوش. سمير عايزك تقول لنا اي حاجه يا سمير. شكرا يا سمير. هنطلع دلوقتي بقى. جيمي هيعمل ايه؟ هيحاول يطلع فلوس التذاكر والطيران اللي دفعه. لازم نعمل باسكت. هنطلع بقى ايه؟ هنطلع قدام هنحط اي باسكت ولا اي بتاع، وجيمي هيقعد يدينا شويه فري ستايل. يلا بينا، انا جاهز. ونشوف هنلم فلوس النهارده ولا مش هنلم. يلا بينا. يلا بينا. اصل لازم يلا. وقف وخلاص. يلا يا معلم تدي فلوس. بص ايه طاقية الفلوس دي اللي هتلم فلوس النهارده؟ اللي هنلم فيها فلوس. جيمي بيجهز هناك اهو. يلا يا جيمي، عاش يا جيمي. وحش يا جيمي. والناس قاعده كلها منتظره. وبيحطها طاقية في نص الملعب يا جماعه. محفوظ قبل الندى. ده اسمه ستريت شو، مش حاجه شحاته يعني. بره معلش. مش لازم اوضح معاك، مش هينفع. تعالى معايا يا عم، انت من امبابه فاهم. هو فاهمه يعني ايه ستريت شو. يعني بص، حركه كده، حركات في الشارع هياخدوا عليها فلوس. شكرا 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 للاضافه. يلا يا جيمي، حتى الان الجمهور واقف مستني زي ما انتوا شايفين. الجماهير العريضه، سمير واقف مستني. هي وجيمي بيحضر نفسه. يا سلام. عاش يا جيمي. يلا مين؟ مين يا عم عباس؟ بس عاش يا جيمي. He's my boy. No one. He's just up 16. Yeah, he's my boy. Shit. Rubber thingy. Rub it. Fuck you, man. Fuck you, big man. Baller, baller, absolute baller. Rubbing your ass, bro. Yo, it's a hot man set. AJ Tracy live and direct. DJ mashup the deck, the microphone. Yes, hot skills, bro. الله. احكي لنا على تجربتك في الفري ستايل في الشارع. عملت فلوس قد ايه؟ والله نظمي بص، يعني الله يعني عايزين صراحه، اهم حاجه الصراحه. بص طبعا هي مش هنزور حياة على الناس. لا مش احنا، مش الحمد احنا لله. الحمد لله الحمد لله. بص يعني الحمد لله ربنا كرمنا. هي الحكومه دي جايه عشان ولا لا؟ لا مالكش دعوه، انا داخل معاكم. لا شويه الحمد لله ربنا كرمنا. بص اللهم لا حسد، يعني مش عايزين نتكلم يعني عن المبلغ عشان ننجز. باليورو ولا بالجنيه؟ باي عمله محليه. مش قول له انت امير، قول له. لو مكسوف انت خلي حد غيرك يقول المبلغ. يا عم وريهم ما تتكسفش. او تعالى ورينا يا عم وريهم اهو. انت قعدت قد ايه؟ بص طبعا الحمد لله فاضي، صفر مفيش. محدش عبر جيمي باي حاجه، مع انه ربنا برضه. يا جماعه احنا مش بنعمل ده عشان الفلوس. الفلوس دي اخر حاجه بفكر فيها. ابسولوتلي اخر حاجه بفكر فيها الفلوس. ريسبكت. في واحد ده، واحده شوكولاته تقريبا هو اكلها ورماها على الارض. يعني احنا بنشكره. مش اخلاقنا برضه، مش اخلاقنا. احنا احتمال بقى نكمل بكره. يعني انت بكره هتنزل، فممكن الجو مختلف في الصبح عن بالليل. المفروض ده بكره برضه تكمله التصفيات. تكمله التصفيات. لو لحقت اخلص شغل واروح لهم، اروح اكمل من هنا.
هناك طبعا. لو ما لحقتش هستنى جيمي بعد ما يخلص وهتقابل في السنتر. يا معلم لو ما لحقتش انت فاتك كتير. لا ما انا هحاول يعني هحاول فاتك كتير. عايز تضيف اي حاجه؟ لا لا ماشي شكرا جيمي. بما اننا بقى ماشيين بنتمشى شويه طالما احنا ما لقيناش فلوس فنخلي جيمي ايه يحكي لنا شويه احنا معلش فنخلي جيمي يحكي لنا شويه عن البطوله ظروفها ايه بتتعمل كل قد ايه هل ليها اتحاد مثلا في مصر ولا لا؟ اول حاجه اللعبه اصلا ملهاش اتحاد في مصر. ملهاش اتحاد؟ هي اسمها فري ستايل فوتبول. هي ليها اتحاد عالمي ولا هي ما ليها اتحاد عالمي بس في مصر فاكس ال دبليو اف اف اي. تمام. عايز اقول لك ان المفروض البطوله دي بتتعمل كل سنه بتجمع اكتر. هي بتتعمل كل سنه في براغ؟ يعني دي ثالث مره تتعمل في براغ. لان الاورجنايزر اساسا هو اللي بينظمها اساسا هو اللي اسمه ده يعني عايش في براغ فعشان كده. تمام. ايه تاني؟ المفروض دي بطوله عالم بيشارك فيها اكتر مثلا من 400 ل 500 فريستايلر من كل دول العالم. تمام. وبيتلعب كذا حاجه مش شرط باتل. باتل ده يعني مثلا واحد قصاد واحد. الجيم بتاعنا عباره عن 3 دقائق. 3 دقائق دي المفروض 30 ثانيه 30 ثانيه كده صح؟ بالظبط 30 ثانيه و30 ثانيه وبعد كده في جادج بقى بيتحكم بقى كنترول. جيمي اعلى مركز وصلت ايه؟ والله السنه دي انا مش مصدق بجد والله الحمد لله رب يعني عملت اللي عليا ووصلت الاحسن 16 في الدوره المتوسطه. يا جماعه تشجيع لجيمي عشان ياخد توب 4 ان شاء الله. مشجعين جيمي في كل حته زي ما احنا شايفين. طب اهم حاجه بقى الحوارات دي كلها الجوائز بقى فيها فلوس ولا فاكس ولا ايه؟ الموضوع مش 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 مادي زي ما انت متخيل. الموضوع فعلا ان انت تشارك في بطوله زي دي. انا فاهم يعني اللي بيكسبوا دولت ما بياخدوش اي جوائز. لا بياخدوا جوائز مثلا اللي هو براندات بتتعمل فريستايل. مثلا براند اسمه فور فريستايل. مثلا براند تاني اسمه يوربان بول فبيدوهم بقى جوائز. مثلا يوربان بول يوربان بول يوربان بول يعني تركب طياره تاخد بمبوني يمرك اربعه بمبوني يقول لك هو دي جايزه بتاعتك. بس ف المفروض بقى بيدوهم. انا امشي في اي حته يا سمير. انا امشي في اي حته يا سمير. انت متاكد بس لازم ان الراجل ده مصري معانا؟ انا طبعا سمير يا جماعه شكله يعني ما يديش بس احنا هنعمل ايه؟ انا عارفه من شويه بس مش مصدق يعني هو تحس ان حد ياباني مثلا بيتكلم عربي يعني. المهم بعدين احنا ايه؟ احنا ليه متجمعين قدام الكاميرا كده؟ الناس كلها متجمعه قدام الكاميرا. سمير انت بتعمل ايه يا سمير؟ ايوه مارجوانا. تعالى بص يا سمير مارجوانا. ايه يا سمير انت في ماركت يا سمير؟ بص يا سمير. والله العظيم مصر. انت جبت ايه؟ نزلنا بس تعالى. انت جبت ايه؟ انا جبت فانتا. دفعت قد ايه؟ عندهم فانتا زينا. دفعت قد ايه بس فانتا زينا؟ دفعت قد ايه؟ دفعت اديتهم 200 كورونا وادوني كام؟ 20 كورونا يعني 180 كورونا. يعني انت دفعت حوالي 8 دولار في قلت لك حراميه. يعني كم مصر من بقى؟ كان مصري دفعت انت حوالي 150 جنيه في ازازه ميه واحده بيبسي. احنا اغنياء. انت جايب يا سمير مارجوت. مارجوت دي كلها كحول يا سمير. مش مشكله مشكله ما فيهاش حاجه يا عم. ده كلها روزينكي. روزينكك والله وشوكولاته واسمه ايه ده يا عم. بقول بص بقول له حراميه داخل الشارع وجوز هند. جوز هند كمان. ماشيين في نص الشارع وعربيات كلها مش عارفه تعدي ولا في الدماغ. لسه قلت كلمه واحده. العربيات هتسيب لنا اصلا دلوقتي. انا لسه قلت كلمه ولا ليكوا علاقه في اي حاجه. انا بصور بحط لسه قال كلمه وحشه قوي. ليه ايه ليه ايه كلمه وحشه؟ لا مش هينفع اعيدها تاني. امبارح انا نظمي عشان الكاست. ثانك يو. هم بيعرضوا حاجات انا مش عارف بيعرضوا واحنا ماشيين. يعني نقفل الكاميرا الاول. معلومه بقى محدش كان يعرفها. انت عارف اغنيه 50 سنت كاندي شوب؟ كان مصورها هنا. 50 سنت كان مصور هنا اغنيه ذيس از كاندي شو 50 سنت. بص اللي ما اعرفش انا بص اوريكم هو بالظبط هنا كده. ده حقيقي هو ده الكاندي شوب بتاع 50 سنت محل عالمي. ايه ده ايه ده ايه ده 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 براميل جوه. براميل كاندي شوب. ايه كميه الناس دي مش عارف ايه؟ في مظاهره هنا. في رحله جماعيه. تعال ناخدكم في الحواري التشيكيه. ما نركب قايم وننجز. مشكله معيش الاب بتاعها. احكي لك موقف حصل معايا امبارح. يعني تحكي لي نقفل الكاميرا. موقف مهم يعني نقفل الكاميرا كل واحد. لا موقف محترم والله ربنا يستر. طب ما نقدم شويه. طب تعالى يا ماشيين حبيبي. موقف مهم حصل معايا يا جماعه لكل واحد هيجي هنا يشتري بيتزا لان شكلك لبست خنزير. في الاكل حرام. لا شكلك لبست خنزير كده. انا طلبت بيتزا مارجريتا عادي جدا. فجه الراجل بيقول لي لا البيتزا هتتحضر في نص ساعه. قلت له لا نص ساعه. نص ساعه ليه هجيبها من بنها؟ خلاص انا طلبت يعني طلعت لك الريسيت مش هينفع تاخد فلوسك. نص ساعه عشان اعمل لك بيتزا. بقول لك ايه؟ هو يعرف انك من امبابه؟ لو انت يعرف انك من امبابه ولا ما يعرفش؟ هو عارف بقى. هو عارف. هو اداني فلوس ايه؟ اداك فلوسك؟ والله. قلت له بقول لك يا معلم انا مش هستنى نص ساعه انا ورايا بطوله. فبعد اذنك هات فلوسي. قال لي لا انا لسه المكنه ومش المكنه. قلت له طب بص ثانيه واحده خد بس اسمه ده. اديته الباقي وقلت له بس الفلوس كده هنعدها. هات كده الفلوس. الله السلام عليكم. كنت مشيت؟ والله. طب مين اللي حاسب على البيتزا يا جيم؟ ما هو بقى يقول لي ماشيين ماشيين. انتوا ماشيين ايه؟ ماشيين.
لا يعني نتعلم يا جماعه ليه يعني جيمي بيستخدم الموقف الحته المصريه مش هيعمل اي حته بيروح لو هيعمل اي تشيك انت تعمل عليه مصري ما ياكلش معاك بس نص ساعه يفتح البيتزا مش فاهم انا ايه بيحضر لك بيتزا انا فكرتك لبست خنزير ولا حاجه الصعب لا 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 الحمد لله الصعب بيبقى حاطين كده حاجات عليها من فوق انت ما بتعرفش فتضرب خنزير انا لبست بس الفانتا مش عارف هو بيقول لي انت شارع فانتا وبيبسي فانتا وميه ب 150 جنيه فاكر نفسه سايح جيمي والله انا لو قاعد على اقول والله انت لو قاعد في امبابه حد لك 150 جنيه والله سامحه والله ما هتسيبه الساعة دلوقتي بقت كام؟ 11 ونص تعالى قد كام مترو هنا؟ انت فلوس ليه؟ 11 ونص جيمي عنده بكره الباتل الساعة كام؟ 6 قلت؟ 6 المغرب؟ 6 المغرب تقريبا فهو هيكمل في السنتر لحد الصبح تقريبا خلاص بقى ما خلاص خلاص هو عايش ما عليه بس واحد انا واحد ضغط عليه تذكرة ايطاليا خلاص يعني ده ايه اللي بقى اكتر ده حوار تذكرة ايطاليا ده حوار تاني كبير يعني والله هيبيعكوا لكم الفلوس اللي جاي هنكمل بكره لما نتقابل انا بقى والراجل ده ابو سمرة عندنا شغل بكره الصبح تعالى بكره الساعه 6 الساعه كام؟ ابو سمرة ازاي ده؟ ازاي ده؟ ونص هو ما بيديش على ابو سمرة خلاص انا هصحى 6 ونص او 7 صحيح فاحنا هننزل على المترو نروح جيمي هيكمل جيمي توقعاتك ايه بكره يا جيمي للبطوله؟ ان شاء الله رب باذن الله رب مركز كام يا جيمي؟ لا دي بتاعت ربنا استنى انت بكره انت بكره لو كسبت ان شاء الله هتكمل ولا بنفس اليوم ولا بعديها؟ لا هكمل في نفس اليوم نفس اليوم؟ بكره النتيجه الاولى والاخيره بس انا عايز اقول لك ان الحمد لله رب انا يعني وصولي اساسا ان انا العب من احسن توب 16 في المسابقه ده بجد اضافه كبيره ليا جيمي توب 4 بكره يا جيمي ان شاء الله تشجيع يا جماعه كومنتس عشان جيمي يوصل توب 4 بكره ان شاء الله يعني يا ريت ندعي ندعي يعني لازم اساسا يعني مش مشكله ادعوا ادعوا برضه انتوا هو سمرة لو دعانا انا مش مصدق انا واصل وصفه اهو ايه ده يا سمير ايه ده يا سمير ربنا يبارك يا رب تنجح يا جيمي دي دعوه مستجابه بقى حد يقول لي ليه ده واحد معاه ثلاث جنسيات يعني معاه ثلاث اديات اضرب يا جيمي المايه ب 150 جنيه مش هيجي هتفضلي مستنياه ومش هيجي معلش ليه مش هيجي هو يعني مش عارفين اذا كان هيجي ولا مش هيجي احنا ما عندناش فكره هيجي ولا مش هيجي بس ليه توقعات جيمي ان هو مش هيجي احنا وصلنا المترو many times you get hit اهو هو ده اللي خدنا الاجانب يرجع تعالى يلا يا جدعان ننزل هي فين الفتحه لا انا هروح اتروم هنا انت هتصلي ولا ايه الله يلا احنا ننزل بينا يلا see you boy good luck هنودع جيمي طب اللي انت بتقوله ايه يا اسطى لازم تيجي بكره ان شاء الله بكره حاول اجيك ان شاء الله ماشي ان شاء الله حاول بس ايه ده ده المترو فعلا هو يعدي المترو يا بقول يلا باي باي يا معلم انت بتعمل ده سيبك يا جدعان انت بتديله بالشمال مش عارف الفلسطينيه عليه تسليمات غريبه يلا بكره ان شاء الله ان شاء الله سلام سلام يا جيمي لا 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 لازم يلا يا سمير سلام يا معلم انا اللي طارت التوح يلا يا ابني راح فين راح فين؟ اترام اترام طب اشتر نظر بدا سلام سمير كمان مشي فانزل واحد اترام وانا بامانه فاصل فصلان السنين عايز انام عشان اروح الشغل بكره الصبح انت مخلص شغل طبعا امبارح رجعت البيت ما صورتش حاجه ومعاه سمير مره تانية النرويجي اللي هو مش نرويجي هاو ار يو فهنروح دلوقتي نتغدى بعد كده المفروض البطوله بتاعه جيمي هتبدا الساعه 6 فمش عارف بقى سمير اذا كان هيعرف يجي ولا لا بس خلينا نتغدى I will try my best يا جماعه ماشي جرب يا سمير your best فنروح ناكل الاول بعد كده هناكل يا سمير والله ناكل فراخ 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 يبقى ايه يا سمير يبقى هناكل كنتاكي كنتاكي والله محسسني ان احنا مستنيين تموين اهو انا مش عارف يعني الكتاب كمان شغال والله جو حر خلينا نشوف كده هنعمل ايه يا سمير مش عارف سمير مشي المفروض هو يجي كمان شويه وانا جيت الفندق اللي فيه جيمي وعشان نتشجع طبعا جيمي فلازم نيجي بتيشيرت منتخب مصر بس المشكله ان انا مش عارف اوصل لجيمي ما اعرفش هو فين لان النت عنده مش شغال ومش عارف اوصل له فهخش بقى وربنا يسهل كده واعرف جيمي فين جيمي عايزين كلمه قبل الماتش مصر بجد اتفرج يا جيمي ان شاء الله ان شاء الله هعمل عليا والله بجد وهرفع علم مصر في الاخر اهي هديك التيشيرت لو كسبت يا جيمي انت معاك على مصر ولا مش معاك؟ معايا بس فوق والله في الاوضه نطلع نجيبه دلوقتي مش مشكله نجيبه هو الواد ده اللي هتلعبه ها؟ هو ده اللي جيمي هيلعبه فدعواتكم كده عليه ان شاء الله جيمي بيسخن دلوقتي بيحضر نفسه ايه
against my boy Gamey. Yes, there he is. All right. خلصنا البطوله وللاسف جيمي ما كسبش، بس هو برضه عمل انجاز لان الراجل طلع توب 16 من 400 واحد كانوا مشتركين. الحمد لله احط وش والراجل ده جاله اصابه فبرضه ما قدرش يكمل، فهو يعني ايه يعني الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. فكل واحد يديني كلمه بقى عن بعد البطوله ما خلصت، كل واحد يقول لي بقى رايه في البطوله. بص انا هقول لك زي فيلم ولاد العم، احنا راجعين. الله عليك يا جيمي، بس مش دلوقتي. هتيجي البطوله الجايه يا جيمي ولا مش جاي؟ لا ان شاء الله ان شاء الله اكيد جاي. اكيد جاي. وانت جاي بطوله جايين بطوله جايه مش هتيجي ان شاء الله؟ تعالى ثانيه واحده كده اهو. وعلى مصر ولا على هنا؟ ثانية واحدة يعني مصر وفلسطين. تحية لمصر وتحية لفلسطين والله. من براغ اهو. فاحنا هننزل على السنتر. احنا وصلنا مول العرب بتاع براغ. وري اخر لما تاخد معاك اطفال 15 سنة و 16 سنة. قاعدين بيلعبوا وهيتبقوا لنا السكيورتي دول. انا سعيد والله. بص مصر ايه الحاجات دي؟ بص بيخرج صوت منين؟ بس عيب 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 في الحب مالكش امان وانا عايزك قلب حنين مش حب يودي لومان انا عمري ما احب الخاين ولا احب الكذابين ما تروحش تبيع الميه بحر تسقايين عاش يا جيمي مين على مين على مين على مين جيمي هيحبسنا النهارده يا ابني بس هتحبسنا الله يكرم بيتك هيحبسنا انا عمري ما احب جيمي هتقع جيمي ورا جيمي يا ابني هتقع وصلنا السنتر تاني وجيمي كان هيخلي الناس تطلب لنا السكيورتي ده كان عمال يلعب كوره في المترو لان جيمي اول مره او تاني مره يجي براج فكان عايز يشوف اي حد مصري رضا يعني اي حد عايز فلافل اي حد عايز جيروس اي حد عايز حاجه رضا بيوزع ببلاش ما تاخدش ولسه واخدين اهو ببلاش انا مش مصدق وبعدين يعني اي حد عربي سعودي كويتي اي حاجه يجي النهارده محل النهارده مجاني هو تليفونه وقع كمان رجع التليفون عشان تقول ببلاش المكان قدام الجامع اول الجامع الناس عارفينه فاي حد عايز يجي محمد ايه يجي عند رضا بس يسلم عليه انا عايز حاجه تاني عايز حاجه تاني والله عم رضا مفعول قول اللي انت عايزه Two against one, two against one. No, no, no. Oh. Where's the ball?